صديق الاربعيني، مساء الفل. الناس اللي بتعلق اعذارها على شماعة قدر الله ما شاء فعل، ده ابتلاء من عند ربنا ونعمة بالله. انا عايز اقول لك على حاجة، عدم اتخاذ قرار بان انت تعمل رياضة تاخد بالك من صحتك هو في حد ذاته قرار بان انت تخلي حياتك تعيسة وتعبانة وصحتك مش كويسة، ده قرارك انت. هقولك على قصة صغيرة. في حد اعرفه اسمه باشمهندس بسام، الله اكبر عليه، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك له يعني في صحته وعافيته ويرزقه الصحة والعافية. 69 سنة وعنده سكري وبيعمل رياضة وبسم الله ما شاء الله الله اكبر يعني بيحافظ على صحته على قد ما يقدر يعني، الله اكبر عليه. فالراجل ده اتعلمته منه في الفترة الصغيرة دي اللي فاتت دي كذا حاجة، يعني من ضمنها ايه، هو راجل على فكرة بيصلي الفرض بفرضه وعنده ورده بيقرأ قرآن قبل ما ينام، وكان موصيني ان انا اقرأ دايما سورة البقرة يعني بالليل قبل ما ينام. فراجل بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه يعني عامل حساب دنيته واخرته وربنا يبارك له. ففي حوار حصل ما بيننا على موضوع السكري، هو بيحافظ على قد ما يقدر على نسبة السكر في الدم وبيقرأ، ها بيقرأ وبيثقف نفسه وبيتعلم ايه الحاجات اللي يبعد عنها عشان ما يزودش نسبه السكر في الدم. 69 سنه والله بارك له ويديله الصحه، وبيعمل رياضه ولا اعتمد بقى ولا رمى على موضوع الشماعه بتاعت ده ابتلاء وهنعمل ايه ودي الله ودي حكمته يلا حسن الختام والكلام اللي هو بيتقال وانت عندك 40 سنه واكتر من 40 سنه مثلا او اصغر من 40 سنه. ده مثال حي للفرق والمفهوم، المفهوم كله بأمر الله، بس برضه هو عارف ان الصحة من عند ربنا طبعا وكل حاجة رزق، ولكن ربنا مديك امانة صحتك فانت بتحافظ عليها، مش اللي هو انت بقى تروح وتاكل وتشرب وتعمل اللي انت عايزه وتاخدش بالك من صحتك وبعد كده تقول يا اصل يقدر لما شاء فعل. يا عم هو انت بيجيلي الكلام ده منين؟ يعني ازاي انت بترمي مشاكلك وصحتك التعبانة بسببك انت على ان قدر الله ما شاء فعل وإلا كلنا يصيبنا لما كتب الله لنا؟ اكيد اكيد اكيد، بس في اسباب. فالراجل ده مثال حي للمفاهيم الصحيحة، هو عارف ان ربنا مديله جسمه امانة بيحافظ عليها. انا مش هقدر اقول اكتر من كده غير ان هو مثال حي للمفهوم الصحيح ازاي تاخد بالك من صحتك وتراعي ربنا في جسمك وتتعامل معاها كأنها أمانة. خلاصة الكلام، محدش بينفع حد ومحدش هيفيد حد، انت بتعمل بالك تاخد بالك من صحتك، تعمل رياضة، ظبط نفسك والأمور هتبقى معاك كويسة بإذن الله. تحياتي.